وتعالوا نبتدي مع حضراتكم بقى نسمع اول سؤال من الاستاذه هاجر من البحيره. استاذه هاجر، ازاي حضرتك يا استاذ عمرو؟ نعمه وفضلي والله، الحمد لله. انا عايزه حضرتك جامد والله. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا فندم. لو سمحت انا ليا حاجه سؤال. مبدئيا اول سؤال، انا متجوزه بقالي تقريبا 5 سنين، معايا بنوته عندها 3 سنين. اول سنتين من جوازي كانوا كويسين، بعدها جوزي دخل في مرحله ادمان. مرحلة ايه؟ ادمان. فانا تعبانه جدا في حياتي. لحد هو حاليا هو الحمد لله متعافي، بيحاول يبدأ، لكن انا ما عنديش ثقه فيه. متعافي من كام سنه؟ من سنتين ولا من سنه؟ متعافي بقاله تقريبا سنه. طيب. فهو بيحاول يقنعني ان المرض هو ماشي على برنامج ال 12 خطوه. تقريبا بالظبط، بس مش بيتابع، هو ماشي على اللي كان عارفه. طيب. لكن هو بيحاول يقنعني ان المرض هو لا شفاء منه، اني احاول اقبله بعيوبه. لا 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 لا، يعني هو بيقول لك ان الادمان ده ما فيش تبطيل، يعني الادمان ده هيفضل معاه طول حياته، هو بيقول لك كده؟ لحد الموت هيفضل بيحس نفس الاحاسيس دي، وهيفضل ان هو ممكن يقع مره واثنين، انه غصب عنه لان ده مرض. طيب. وانا ما بحسش منه احساس ان هو ثابت، وهو بالرغم اذاني تعبتي جامد، واذى والدي برضه بسبب ماديات وكده، كان جايب له شغل والفلوس ديت يعني ما انجزتش فيها. بس هل ينفع تساليني سؤال استاذه هاجر؟ اساليني سؤال. تمام. السؤال بقى، انا من كتر ما ببقى تعبانه ما بتلاقيش حد اتكلم معاه غير والدتي، بفضفض معاها، ده في شيء من الطمانيه، لان انا بحس ان هو ما بيتغيرش. فبتفضفضي مع والدتك؟ بفضفض مع ماما. ما تعبانه مش لاقي حد اكلمه. طيب فبتفضفضي بتحكي ايه مثلا؟ بحكي مثلا موقف حاصل ما بيني وما بينه، حوار حاصل، بيحاول يقنعني ان انا اللي غلط وهو اللي صح، وان انا اللي مش متفهماه. طيب. ما بنوصلش انا جوه طريقه حوار كويسه خالص، دي نقطه. طيب يبقى أول حاجة إيه حكم إن أنت بتفضفضي مع والدتك في الظرف اللي أنت فيه ده، صح؟ والسؤال الثاني، أيوه حضرتك، يخص برضه نفس النقطة، إن أنا لو ما قدرتش أستحمله، لو لا قدر الله رجع تاني ولا حصل أي حاجة تاني، أنا نفسياً أنا كنت بتعالج نفسياً فترة، فأنا أعصابي ما بقتش قادرة إني أعيش في جو زي ده. فسؤالك إن أنت لو إنك أنت انفصلت هتكوني ظالمة ولا لأ؟ هكون ظالمة، بس أكون متأكدة إن هو الأمر ده تاني، يعني همشي بلوكة. طيب أنا جاوب على حضرتك يا أستاذة، أنا جاوب حضرتك يا أستاذة هاجر. أستاذة هاجر، خليني بس نقول شوية قوانين وشوية مبادئ كده وشوية حقائق عن مسألة الاعتماد على المخدر. الاعتماد على المخدر أو المصطلح على تسميته بالإدمان ده بيتعالج منه، نعم، ولكن هو يحتاج إلى إرادة المتعافي، يعني هو لازم الشخص يعمله بإرادته إن الله. ودوت أكتر حد ممكن نشوف فيه تفسير قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهو لازم يتغير من جوه، يعني لازم يتعود. إذا كان هو اعتمادي لازم يتخلص من الاعتمادية. إذا كان هو شخص دائم حاسس إن هو ما عندوش ثقة بنفسه وبيحاول يهرب من مسؤولياته، لازم يخلص ده. ولذلك في جزئين في مسألة التعافي، جزء يتعلق بالامتناع وجزء يتعلق بالمفاهيم، فهو لازم يغير مفاهيمه. أنت شايفة إن هو طيب ويستحق إن أنت تبقى معاه، بس هو كمان لازم يكون جاد في قضية التعافي. هو لما بيقول لك أنا ممكن يحصل لي انتكاسة مرة أو اتنين، بس مش ممكن، بس هو لازم يكون إرادته إن هو يتجنب هذه الانتكاسة. لو حصلت. السؤال الأولاني بقى، لما بتسأليني عن الفضفضة مع والدتك، في فرق ما بين الفضفضة والاستشارة. بما إنك أنت بتقولي إن الحال لا يسمح إن أنت تروحي لمستشار تسأليه عن الأشياء دي، وإن كنت أنا بنصح حضرتك إن أنت تذهبي إلى صندوق مكافحة الإدمان، لأن بيقدموا استشارات لبيئة المتعافي، ودوت هيكون أفضل من والدتك. يعني أنا بقول لحضرتك روحي في الأماكن اللي بتقدم دعم لأسرة المعتمد على المخدر المدمن أفضل من أنك أنت تفضفضي مع والدتك. ليه؟ لأن فضفضتك مع والدتك في الغالب هتكون فضفضة مع واحد مش عارف الحالة دي، لأن أنتوا ما عشتوش حالة الإدمان قبل كده.
لكن لما تتفضفضي مع المتخصص أو المستشار أو الموجه، ده بيؤدي أو السيكاتريك، هو ده بيؤدي إلى حاجة مهمة جدا، وخاصة إن أنت عندك تاريخ مرضي. فأنا شايف إن إحنا يتجلى فينا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا مش شايف إن أفضل قرار منك إن أنت تفضفضي مع والدتك، لكن أفضل قرار إن أنت تروحي للطبيب النفسي. عندي حاجة في السؤال الثاني، أنا بقول لحضرتك إذا وصفتي تاخدي زوج حضرتك وتروحي لطبيبك اللي أنت كنت بتتعالجي عنده، لو حصل إن هو قالك إن الحياة مش هتستقيم وإن في خطر عليكي، لأن في مرحلة من مراحل الإدمان بيتحول المدمن إلى خطر على نفسه وعلى غيره، وإذا كانت أنت حالتك هتتدهور وتدخلي في مستويات من الحالة، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى إذن أنت لا أنت ساعتها تبقى مش بنت أصول، ولا أنت ساعتها، لأن في الحقيقة في أمراض وفي حاجات مكلفة. لكن احنا دايما نصيحتنا مع أهل المعتمد على المخدر إن هم يصبروا. يعني إيه؟ يصبروا لغاية ما يستهلكوا ويضيعوا ويقعوا في الهلكة أو في المرض. لا، يبقى احنا عندنا أمرين أهو، نحن نأمرك بالصبر ومحاولة المساعدة، لكن إذا وصلنا فقال الطبيب إن أنت خلاص مش هتستطيعي تستحملي، فأنت خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذن عندنا حاجتين لازم نعملهم ونكون دقيقين فيها. أستاذ هاجر عايزة تكمل معنا، تفضلي يا أستاذ هاجر. مع حضرتك يا أستاذ. الكلام اللي قلته لك واضح؟ واضح حضرتك، تفضلي. تمام. أنا في سؤال تاني، أنا الفترة ديت أنا بعاني من نفسية مش كويسة خالص، داخلة في فترات اكتئاب ليها علاقة بالموت. أنت بتعاني من إيه؟ إيه اللي عندك؟ وسواس الشيطان ليها علاقة بالموت. وسواسة في صمية يعني. لدرجة اني ما عنديش امل اني اكمل لبكرة، حاسة ان انا ما عنديش حافز اني انت عندك، قلتولي ان انت عندك ابن، عندك ابن طفل عنده 3 سنين، مش عارف انت قلتيلي ولد ولا بنت. عندي بنوتة. انت بتحسي بيها ولا لا؟ بحس بيها بمعنى ان انت حاسس الامومة موجودة عندك والحاجات دي كلها موجودة عندك. طبعا، ومعايا كثرة خوف عليها، حاسه اني انا مش وصل كتر الخوف عليها الى مستوى ايه؟ ان انت ما بتخليش حد يمسكها، ما حدش، ايه المستوى اللي انت بتخاف عليه؟ لا، الدرجه دي المستوى بالنسبه لي خايفه اموت، خايفه اتاذي فيها. ربنا يسامحني، بحس ان انا في ممكن اقدار وحشه ياما اقع فيها، بحس ان انا عقلي وقلبي رافضينها، دايما مرعوبه، دايما خايفه. طيب، خايفه اموت. سؤالك في الخصوص ده ايه يا استاذ هاجر؟ ان انا مش عارفه اخرج من اللي انا فيه. انت لازم 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 تتابعي مع متخصص، لان الوضع اللي انت فيه ده وضع، مش هقول خطا، مش هخوفك واقول لك خطر، لكن الوضع بتاعك غير مناسب وانت عندك طفل، لان دوت مع وجود الطفل هذا يتنامى ويتزايد. فانت محتاجه ببساطه خالص ان انت تطبقي على نفسك قوله صلى الله عليه وسلم: تداوى وعباد الله. فلازم نروح، لان احنا كده واضح ان احنا محتاجين ادويه عشان تقلل هذا الاكزايت دوت، لازم تقلل هذا الخوف وهذا القلق. فانت لازم تروحي لحد متخصص عشان يساعدك، لان واضح ان احنا بقى عندنا شويه حاجات محتاجين ادويه عشان التغير الحاصل في كيمياء المخ، فاظن ان ده احنا محتاجينه كده.